عام 2017 قرر الكرد إجراء استفتاء شعبي رسمي على حق تقرير المصير والاستقلال عن العراق، استفتاء جعل تركيا وإيران وبغداد تغلق حدودها في وجه الإقليم وتهدد بالتصعيد. كان البعض يعتقد أنه كردستان بعد الاستفتاء في اليوم الثاني ستعلن استقلالها، هل هذا كان مخططكم؟ في الحقيقة قبل الاستقلال وخلال الاستقلال لم نقل أنه ثاني يوم راح نعلن الاستقلال، قلنا وفرصة لشعب كردستان أن يعبر عن رأيه وندخل في حوار مع بغداد، ويجب أن نتوصل إلى نتائج بالحوار وبطريقة سلمية، هذا كان الهدف. هل كان مسعود برزاني يخشى من الجيل الكردي الجديد بأنه ليس متمسكا بالقضية الكردية كالجيل الذي قبله؟ بالنسبة لي الانتصار الكبير هو النسبة الكبيرة اللي صوتت لصالح الاستفتاء. الحقيقة أنا ما كنت أتوقع أنه 93% من أبناء شعب كردستان يصوتون بنعم للاستفتاء، وعندي كان هذا أكبر انتصار. ردود الأفعال الدولية، هل كان في يعني بشكل عام الدول أبرز دول اللي كانت تدعم هذا الاستفتاء مين كانت؟ والله كثير من الدول اللي قبل الاستفتاء يعني وعدونا أو أعربوا عن مواقفهم، إذا حتى مو مؤيدة ما راح تكون معارضة، تخلوا عن وعودهم. مثل مين؟ أقدر أقول لك الكل بدون استثناء. الكل؟ أيوة بدون استثناء، بس طبعاً بدرجات متفاوتة. تركيا، إيران، حكومة بغداد. تركيا وإيران رفعوا راية العداء. العداء السافر يعني. وهذا اللي أنا بسأل عنه، تركيا، إيران، بغداد، سوريا، المحيط. المحيط كله يختلف على كل شيء لكنه يتفق على قضية واحدة وهي قضية. والله هذا اللي شفناه. Buyurun şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak. Uçuşlar zaten yasaklandı. Hava sahaları da kapatılacak. Kim gelecek? Nasıl gelecek? Yakında sınırlar da kapatılacak. Memurunun maaşını ödeyemiyordun bize geldi. هل تعتقد انه يوم الايام سترى هذا الحلم بعينك؟ المهم وضعنا الاساس الصلب ل أنا ما أقول الحلم وإنما لهذا الحق، وحتى إذا أنا ما أشوفه الجيل اللي بعدي أو اللي بعده يشوفه هو هذا المهم. هل أنت مطمئن على الشعب الكردي اليوم؟ طبعا أنا مطمئن لأن الشعب الكردي أثبت أنه لن يستسلم أبدا للظلم.